تلقينا ببالغ الحزن والأسى اغتيال الحر، الفنان الذي داعى صيته بين الشباب من خلال أغانيها التي طالما ما كانت تحمل في كلماتها عبر. هذا الخبر نزل كالصاعقة على جمهوره الذي لم يتوقع حدوث هذه الفاجعة. عذروني لبعاد وحبابي حطوا في عنقي سيف، تقسم المضل في اليد وختلني بريح خفيف، أجي تقرأ كتابي نسك شمس المعارف، نتفى بالبرد ونتغطى بسمرة العصيف. ليام والعوام تحكي وتعاود ظروف فيها يا حنينة، شوفي وحسي بالجراح اللي في جوف. عايم والعوام البحر ما يشوف لا خوف ولا خوف، والمواج تغرق وتنجي وخدي تواسيه كفوفي. راه في بالي شل سنين واللي فات وما تاهي، وخيالي راح فين خليت الذكريات ماشي فين وجيت منين ومنين جراحي جا. هي حكاية رحكايات لي خلات رموشي حنات، واش دمعية الجراح السايلة من جناح الطير ماشي كافية وما بقاش من الدم كتير، وش مع ما بقت فيه عافية ولفتي شنو غيدي، والدنيا غابة يابا شبتو باقي صغير. مرة معايا ومرة عليا، ضربة في زمان وضربة فيا، يا عمري فين ماشي بيا، ما تخافوش تغلب النية. أنا اللي مرة معايا ومرة عليا، وباغي نقول باللي ضربة في زمان وضربة فيا، طايب ومعلي يا عمري فين ماشي بيا، مخرة من ولي ما تخافوش تغلب النية. جواري خالي ومالي ونيت من غير ضليت، يا القمرة طليرة ما جانيش النوم، ليالي مكسور جناح طاير ومعلي، رايح ومخلي كل شي وعكس المواج نعوم. جات الساعة باش ليون تحكي وتكلم، شفاري نوب على اليدين ورفض يسلم، موفات حروف لا كلمات عقول تخمم، الشوفة تندوي ونخلي والقلب يتألم. وبلا ميعاد فات المكان حضرت وجيت، منسيت اللي بكاني واللي كرهني واللي بغيت، خاين يظهر وفن تهضر تهدم اللي بنيت، ويا ريت يا عمر نقدر نعيش كيف ما تمنيت. وإذا جيت في منامك يلي مغمض العيون باش نضوي بيتك، لكن مظلام وبلا لون. مرة معايا ومرة عليا، ضربة في زمان وضربة فيا، يا عمري فين ماشي بيا، ما تخافوش تغلب النية. أنا اللي مرة معايا ومرة عليا، وباغي نقول باللي ضربة في زمان وضربة فيا،